بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن قص الأعمدة. قص الأعمدة من الطول يكون بعيدا عن جنب الكمرات والحوائط والمحاور. يعني إيه يا باشمهندس؟ يعني أنا دلوقتي عندي عمود، العمود ده الضرب بتاعه جاي في الاتجاه الطويل ده. لما دي غرفة، الغرفة دي في كمرة هناك هي بتحدها، يعني ليها حدود من هناك. لو أنا قطعت العمود لازم أقطعه من الجنب اللي ما فيهوش كمرة، عشان كده تلاحظ إن السير ده اتنى هنا، يعني جوه البلاطه هنا، لكن ما ينفعش ابني السيج بتاع العمود ده من الناحيه اللي فيها الكاميرا، لازم ابعد عن الكاميرا اللي هناك واجي اقصه من هنا. يبقى انا لما بقص الاعمده، يعني لو العمود مثلا 90 سنتي، ففي محور موجود في الشمال ومفيش محور في اليمين، يبقى اقص من ناحيه اليمين مش من ناحيه الشمال. يبقى العمود يتقص من الجنب اللي ما فيهوش حائط، ويتقص من الجنب اللي ما فيهوش محور. طيب لما اجي اقص العمود ينفع اعمل حاجه من الاثنين، يا اما ان انا اقطع السيخ تماما، او ان انا اتني السيخ مع حداده الاسقف قبل ما اصب السقف عشان ما يظهرش بعد كده. طيب ليه بقطع السيخ وليه بسيب السيخ طويل؟ بسيب السيخ طويل لان الراجل الحداد حط الاسياخ كلها طويله اصلا لما جه يعمل الاعمده، لانه خايف يغلط. لكن ممكن يجي واحد حداد يقطع السيخ قبل ما يعمل الاعمده اصلا، ده عارف ان هو عارف ومتاكد انه يقطع من اتجاه معين، فعشان كده ما هوش خايف من الغلط. لكن اللي بيخاف من الغلط الصح بتاعه انه يسيب الاسياخ بطولها، ولما يطلع على السقف يبدا يقص العمود، ما يقطعش السيخ بدري. طيب السيخ ممكن اموته في السقف او اقطعه بصاروخ، او ان انا اقطعه اصلا قبل ما اعمل الاعمده، بس بشرط ان انا اكون عارف اتجاه القص مظبوط، انه يكون بعيد عن المحور وبعيد عن الكمرات وبعيد عن الحوائط. بشكر حضراتكم، بسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.